السلام عليكم. ايه هو الترقيب؟ ويعني ايه ترقيب؟ وليه المفروض ان انت كمخرج قبل ما تشتغل اي عرض مسرحي لازم تبقى مرقب النص بتاعك؟ طيب الترقيب هو ان اي حد مؤلف عرض والمخرج عايز يخرجه في مسرح، في مسرح ما، في اي عرض ايا ما يكن، المفروض ان انت تاخد العرض ده، المؤلف ياخده ويرقبه. يعني بيبدأ ان هو يوثق ان النص ده باسمه وبتاعه وهو اللي مألفه بالسنه الفلانيه، باسمك وبكل حاجه، بكل تفاصيل ايا ما يكن ايه هي نوع التفاصيل. بلس ان في الترقيب هناك بيبداوا ان هم الترقيب جاي من كلمه رقابه، ان هم يراقبوا النص، ان هم بيقروا النص والنص بيمر على كذا حد، وبيبداوا ان هم يشيلوا الحاجات اللي ما ينفعش ان انت تتكلم فيها، او مثلا يوافقوا على النص او لا. وفي ثلاث حاجات احنا اتعودنا دايما عليها ان انت ما ينفعش تتكلم فيهم في المسرح: الدين، الجنس، السياسة. فهم بيبدأوا بيشوفوا هل في حاجة من الثلاث حاجات دول موجودة في النص ولا لا. في حاجة من الثلاث حاجات دول موجودة في النص بيبدأوا ان هم يشيلوها، او لو النص تمته الأساسية بتتكلم على حاجة من الثلاث حاجات دول بيبدأوا ان هم يرفضوا النص، ولو حاجات صغيرة بيبدأوا ان هم يشطبوا عليها او يعملوا عليها دايرة بحيث ان انت ما ينفعش تقولها. عشان كمان انت ممكن تقول طب ما انا ممكن اودي النص يترقب وبعد كده اعمل في المسرح اللي انا عايزه. لا، في المسرح بيبقى في حد من الرقابه جاي بيتفرج على النص، عشان لو في اي حاجه بيبدا ان هو يوقف على طول العرض وما يكملش وبيبقى في مشكله. وكمان فكره ان النص بتروح بيه الرقابه عشان انت كمؤلف حقك ما يضيعش، عشان لو حد اخده وعمله بدون علمك فتبدا ان انت تشوف حقك القانوني، وتبدا ان انت بيعوضوك يعني عن فكره ان حد عمل النص بتاعك من غير ما يتكلم، ما يستاذنك. وترقيب النص بيبقى لنص تاليف لو انت اللي مالف، او نص عالمي او مشهور ولكن انت اخده وعامل له اعداد برضه لازم ترقبه. وبيترقب حتى لو المؤلف العالمي ده مثلا كان الف حاجه وتوفى وانت بتعمل اعداد للحاجه دي برضه لازم يترقب. مهم جدا تبقى فاهم ان انت كمخرج لو هتعمل عرض تأليف، تأليفك او تأليف اي حد او اعداد او ايا ما يكن لازم تروح ترقبه عشان تبقى في الامان وما يحصلش اي مشكلة. وبس كده يعني، دي ببساطة شديدة فكرة الرقابة، ومهم جدا ان انت تهتم بالموضوع ده، ولازم يبقى قبليها بفترة تروح تعمل الموضوع الرقابة ده عشان بياخد وقت، وبتاخد كذا نسخة وبيبقى بسعر رمزي. و الرقابة في مصر هنا في القاهرة، موجودة في القاهرة، المقر الرسمي الأساسي بتاعها في القاهرة. مؤخرا بدأ يظهر في موضوع الرقابة إن الرقابة ممكن تبقى من خلال فيديو، إن أنت تصور العرض جنرال، يعني تصوره ليلة أكنه بروفا جنرال، وبتبعت الفيديو ده وهم بيرقبوه من خلال الجنرال، ولكن أو من خلال يعني الفيديو ده مؤخرا بدأ يحصل، ولكن لسه ما اتعملش ويا عالم أصلا هل ده هيفضل مستمر أو لا، لأن هو لسه بشكل تجريبي ولسه الموضوع مش مشهور ولسه الموضوع بيجربوا فيه. فبرضو دي معلومة تانية، يعلم هتتم وهتكمل ولا لا الله اعلم، لسه الموضوع بشكل تجريبي جدا. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.